انضم الينا مراسلنا كريم الشيخ. صباح الخير كريم. يعني طبعا انا ارى من حولك ربما بدات بالفعل الاستعدادات لانطلاق الاحتفالات. ضعنا في اجوائها هذه المره، كيف تبدو وكيف تبدو مشاريع التنميه بشكل عام في واحده من الاراضي التي تم استعادتها بالكامل قبل 37 عاما؟ نعم داليا، يعني اليوم أو بعد قليل من الآن سيصل رئيس الوزراء المصري وعدد من الوزراء المصريين، منهم وزير الشباب والرياضة ووزيرة الصحة ووزير التموين ووزير المالية وعدد آخر من الوزراء برفقة محافظ جنوب سيناء للاحتفال بعيد تحرير سيناء في هذه المنطقة التابعة لمدينة شرم الشيخ. يعني من بين الاحتفالات هي يعني إقامة مهرجان لسباق الهجن هنا في محافظة جنوب سيناء، وهذه المرة الأولى التي يقام فيها هذا المضمار، ويعد واحد من أكبر المضمارات في منطقة الشرق الأوسط ويضاهي معظم المضمارات الموجودة في يعني الكويت والإمارات والسعودية. وأيضا يشارك في هذا المضمار تقريبا يعني أو في هذا السباق تقريبا 800 جمل، ويعني سيقام على مدار اليومين المقبلين. بالإضافة لذلك هناك عدد من الفعاليات الأخرى، منها يعني أكبر غطسة تحت الماء هنا في مدينة شرم الشيخ، وأيضا تسلق للجبال وعدد آخر من الفعاليات، منها إقامة حفل للفنان هاني شاكر اليوم مساء اليوم بمدينة شرم الشيخ. يعني محافظة جنوب سيناء تهتم كل عام بهذه الاحتفالية، وتحاول عام بعد الآخر أن يعني توصل رسائل بأن هذه المدينة تحديدا مدينة شرم الشيخ تستقبل السياح. يعني أيضا نجد عدد كبير جدا من السياح مقارنة بالعام الماضي، كنا موجودون في هذه المنطقة العام الماضي، ولكن هناك فرق بين هذا العام والعام الماضي. يعني نعم، يمكن أن نرصد بأعيننا عدد كبير جدا من السياح سواء على المستوى العربي أو على المستوى الأسيوي. نعم أو كريم، المستوى شكرا. الأوروبي خلال هذه الفترة تحديدا. شكرا جزيلا مراسلنا من شرم الشيخ كريم الشيخ. شكرا كريم.